فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جاوز الميقات ثم أحرم بعد المجاوزة فهل يلزمه الفدية أو أن له أن يرجع؟ من جاوز الميقات ثم أحرم بعد مجاوزته فهل تلزمه الفدية أو أن له أن يرجع للميقات فلا فدية عليه؟ إذا أحرم ما ينفع الرجوع، أما قبل أن يحرم له أنه يرجع ويحرم من الميقات، أما إذا أحرم بعد ما تعدى انعقد إحرامه خلاص يكون عليه فدية. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.